وأولى أخبارنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح في قصر الاتحادية الرئيس ماكي سار رئيس السنغال، وتم عقد مباحثات موسعة أكد خلالها السيد الرئيس أنه مصر حريصة على تعزيز العلاقات وأيضا ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتى المجالات. وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامان الوطنيان. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة، عقبتها جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس برئيس السنغال ضيفا كريما على مصر، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والآثار والثقافة والرياضة والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. وفي ختام المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة بين مصر والسنغال، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. بعد انتهاء المباحثات الثنائية تم عقد مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكثيف التعاون ونقل الخبرات المصرية للسنغال واستعداد مصر لدعم الجهود الإفريقية وده لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، كمان التأكيد على أهمية التواصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم بينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الشقيقة، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي السرور البالغ أن أرحب بأخي فخامة الرئيس ماكي سال والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، والذي تربطني به علاقة أخوة وصداقة تواطدت منذ زيارتي للسنغال في إبريل 2019. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة. وفيما يتصل بمشاورتنا اليوم فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي. وأكدنا كذلك على ضرورة تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف القطاعات. السيدات والسادة، تتزامن زيارة أخي الرئيس ماكي سال مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأود أن أتقدم لفخامته
بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسة الاتحاد وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة. ولقد ناقشنا تأثير جائحة كورونا على القارة الإفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كافة الدول الأفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها في القارة والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الإفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي. كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلا عن منطقة الساحل الإفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا للتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية. وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب. كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة، واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعاً لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة. كما تبادلنا الرؤى حول استضافة رئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في نوفمبر 2022، حيث أكدت التزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، للتشاور المستمر مع السنغال بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي من أجل بلورة موقف إفريقي موحد إزاء القضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة التي سيتم تناولها خلال المؤتمر. فخامة الرئيس ماكي سال، لقد أسعدني لقاؤكم اليوم، وأنني أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لجمهورية السنغال الشقيقة حكومة وشعبا كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبي بكم والوفد المرافق لكم في بلدكم الثاني مصر. وفي كلمته خلال المؤتمر قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنه مصر هي صوت أفريقيا ونتطلع لدعمها أثناء رئاسة السنغال للاتحاد الأفريقي، وكمان أعرب عن سعادته بتنظيم مؤتمر المناخ المقبل في مصر. شكرا جزيلا أخي العزيز سيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة، إنني سعيد لإجراء هذه الزيارة الرسمية إلى جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من أخي وصديقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيد الرئيس وأخي العزيز، شكرا مرة أخرى لهذه الدعوة الكريمة ولحفاوة الاستقبال
التي تسمى بها على نحو من مشاعر الأخوة الذي حظيت به وكذلك الوفد المرافق لي. إن زيارتي تأتي في أعقاب زيارتكم أنتم سيدي الرئيس في أبريل 2019 في السنغال ومشاركتي في مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ في العام نفسه. والعلاقات بين دولتينا ما زالت علاقات عريقة لأننا نتقاسم نفس الحضارة المتأسسة على الأمور الروابط المشتركة وتقارب وجهات النظر فيما بيننا فيما يتعلق بالمسائل الأساسية والتي تهم إفريقيا والعالم بأسره. إنني جئت وأنا أثمن العلاقات التاريخية مع أخي وصديقي السيد الرئيس السيسي، وهذا هو مغزى هذه الزيارة. نحن اتفقنا حول موضوعات ذات اهتمام مشترك ثنائية ومتعددة الأطراف سويا. نود أن نعزز وننوع التعاون السنغالي المصري سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد قطاعاتنا الخاصة، القطاعات الخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات التي وقعتها الأطراف الوفدين التابعين لنا في إطار هذه الزيارة والتي تنص على الإعفاء من تأشيرة لحاملي أجوزات السفر الدبلوماسية وأجوزات السفر المهمة، وفي مجال الطاقة والكهرباء والرياضة والآثار والمتاحف. نحن في مصر الثقافة والتعليم العالي أيضا. نحن نعمل أيضا لتوقيع اتفاقات في مجال قادمة في مجال الطيران المدني لتيسير النقل الجوي بين دولتينا. وزيارتي تأتي أيضا عشية قمة الاتحاد الإفريقي و قمة إفريقيا وأوروبا، وسيد الرئيس السيسي وأنا بشخصي نحن قد تشاورنا كأعضاء في المكتب، وأيضا تحاورنا حول إفريقيا حتى تتحدث إفريقيا كلها بصوت واحد وتدافع عن مصالحها. نحن تحاورنا حول النيباد وحول الموضوع الذي يمس استقرار الدول في إفريقيا بينها الدول الأمنية، وأيضا الموضوعات الخاصة بجائحة كورونا وتصنيع اللقاحات. وأود أن أهنئ السيد الرئيس المصري حيث أن مصر هي أول دولة إفريقية في الوقت الحالي من بين الأوائل لإنتاج في القارة اللقاح الخاص بمكافحة كورونا، وفيما يتعلق بالأمن والاستقرار وأيضا في الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية على مستوى الدولة. أيضا تحدثنا عن سد النهضة وعن ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أقصى وأفضل يرتكز على التشارك بين الدول. وقد هنأت السيد الرئيس السيسي لزعامته التي تأتي في إطار الدول الأساسي الذي تلعبه مصر في إفريقيا وفي العالم بأسره. إن مصر دولة حضارة قديمة لامعة، إنها دولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها. إن مصر يستمع إليها بإنصات وباهتمام بالغ. إن مصر دولة المستقبل، ولهذا فإنني أعتمد على الدعم الأخوي الذي يرتكز على الصداقة مع السيد الرئيس السيسي، وأيضا خلال رئاستنا للاتحاد الإفريقي. إننا علينا أن ندافع سويا عن أجندة القارة الخاصة بنا في ظل مقاربة ترتكز على التشاور والتضامن. وإنني سعيد في هذا الصدد لأن كوب 27 ستعقد في مصر
لتناول المسألة الحيوية تتصل بها التغيرات المناخية وخلال الفترة الانتقالية الخاصة بالطاقة والمهمة وخاصة بالنسبة لإفريقيا، وهذا سيكون أحد التحديات الكبيرة أمام قارتنا. إننا سنكون بجانب مصر لإنجاح هذه القمة COP27، وأيضا إفريقيا كلها ستكون بجانبك سيد الرئيس مرة أخرى. شكرا لكم وتهانية بصفة خاصة للإنجازات الرائعة التي تقومون بها في مصر والمثال الذي تعطونه أمام إفريقيا وأمام العالم للصمود والقدرة الداخلية يجب أن تستغل من أجل تنمية القارة. شكرا سيد الرئيس. نروح من أخبار مؤسسة الرئاسة لأخبار مجلس الوزراء، لأن امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد بدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي LRT، وهو القطار الخفيف، وأكد على أن في توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من منظومة النقل الجماعي الجديدة، لأنها بتمثل نقلة نوعية وإضافة حضرية بتسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وكمان بتتواكب مع عملية التنمية الضخمة اللي بتشهدها مصر حالياً. كمان الدكتور مصطفى مدبولي تفقد أمس أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، واللي بيمتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة اسكندرية الزراعي ولحد محور سعد الدين الشاذلي. وأكد رئيس الوزراء أنه الدولة بتقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وده علشان يسهلوا على الناس حياتهم، يسهلوا تنقلات الناس، ونقلل من الزحام والتكدسات، وأيضا فتح محاور جديدة للتنمية. في الحياة الشائعات هي الخطر الحقيقي اللي دايما بيواجه مصر، لكن وعي الشعب دايما بيحطمها. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير بيتضمن انفوجراف حول حصاد مواجهات أو موجة الشائعات وتوضيح الحقائق. التقرير وضح أن عام 2021 هو أكثر السنوات اللي خرج فيها إشاعات بنسبة بتبلغ 23.5%، وده بالمقارنة ب 22.9% لسنة 2020. وبالنسبة للقطاعات اللي كان فيها إشاعات كتيرة، جه قطاع التعليم في الصدارة بنسبة 25.8%، بعد كده الاقتصاد بنسبة 22.6%، والصحة كانت في المرتبة اللي بتليهم بنسبة بتقدر ب 12.2%، والتموين بنسبة 10%. وزارة الداخلية نشرت امبارح فيديو بيوضح الجهود اللي قامت بيها أجهزة الوزارة خلال الأسبوع اللي فات والقضايا اللي تم ضبطها. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6612 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1202 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 6528 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4919 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 52661 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8522 قضية تموينية متنوعة، من بينها
171 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1230 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 299,450 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8327 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1384 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 238,607 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32,282 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3487 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 198 سائق منهم، كما تم المرور على 196 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 637 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين منهم، كما تم فحص 624 مركبة، تبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 393 سيارة و 32 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 17,640 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 419 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,870 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 63,954,933 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 225 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 110 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة، كما تم ضبط 115 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 2300 كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 79,798,111 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,705 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,548,923,000 جنيها، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,144,048 جنيها.